انتقل ضيف ستارز وهو مغني راب وممثل وعنده مواهب متعددة. شارك في بطولة مسلسل الوسم مع قصي خولي واللي يعرض على منصة شاهد، وكمان أطلق أكثر من أغنية راب جديدة حققوا تفاعل كبير ومشاهدات عالية. خلونا نشوف الكليب هذا وبعدها ينضم لنا الفنان إسماعيل تمر. كلنا تورط بالوراد بس أنا تورطت بالوعد، صحبة بالدوافة وأنا عندي الوفاة زايد، لدرجة إني مشيت الطريق ما بعرف شو نهايته، هو الوحيد اللي اختار النهاية. دول الوراء اللي معك رح يروحونا. ليك وين صرنا؟ راجعين على سوريا بمهمة، نفس المكان اللي هربنا منه من سنين. اسمع رغيد، ما عاد في رجعة. لسا؟ لا. نرحب معنا بالفنان إسماعيل تمر، سعداء جدا بوجودك. وأنا ما تابعت صراحة، قاعد يسألني إنه تابعتي، أنا لسه ما تابعت، ولكن أبارك لك على هذا العمل الجديد. قلنا كيف كانت التجربة في التمثيل وخاصة يعني مع الفنان؟ أول شيء ناطر لتتابعي وتعطيني رأيك. أكيد لازم، أكيد. المسلسل بصراحة هذا من يعني من التجارب الأحب على قلبي، لأنه يعني هيك حطني بمكان أنا يعني كنت ناطره من زمان وبحبه، وتجربة جديدة علي بصراحة. ومبدئياً صرت أحس إنه يعني بلشت الثمار، هاي البذرة تطلع، الناس عم تحب. مبدئياً يعني كونه هذا أول عمل لإلي، تجربة جداً يعني أنا كنت سعيد فيها، و ان شاء الله هلا انت كمان بس تتابعي تحبني. ان شاء الله اكيد، وانا كثير يعني احب اتابع هذه المسلسلات. فقولي كمان ايش الخبرات اللي انت اخذتها من التمثيل؟ يعني حس التمثيل مش سهل يعني على اي شخص انه هو يتقنه. هلا بصراحه حتى يعني مسلسل الوسم بشكل عام انا اللي استفدت منه هو خلال تجربتي ب 120 يوم داخل التصوير. اكيد كنت بحاجه هيك تجربه، لانه انا درست التمثيل من فتره 10 سنين، لكن ما قمت بهيك ادوار يعني خلينا نقول مساحتها كبيرة. اللي استفدته هو كيف تتعاملي مع الكاركتر، كيف تصنعي كاركتر. كنت مفكر إنه التمثيل هو خلاص يعني بس واحد ممكن يعمل شكل معين وخلاص يطلع معه، لا، طلع فيه شغلات داخلية أنت بتكتشفيها من خلال معاملتك مع الكاميرا، من خلال التجارب اللي بتعيشيها مع الفنانين شركائك بالعمل، بتاخدي خبرة الأساتذة اللي معك. فحسيت هي يعني أكبر وركشوب لإلي، يعني بغض النظر شو عمل لي رغيد أو مسلسل الوسم، مشاركتي فيه بين الجمهور والناس في شيء عطاني إياه إلي دروس خاصة فيني. قادر أنا أقول إني أنا شاركت يعني 120 يوم تصوير كان إلي تقريبا، وفيهم سفر وفيهم بتعرفي شو صعوبة هي المهنة، بتعرفي كيف أنت تسيطري على الكاركتر من أول حلقة لآخر حلقة. هذا أحيانا بيكون 100 يوم وفي أيام بريك، كيف تضلك ماسكة هذا الكاركتر بشخصيته من جوا ومن برا، كيف بيحكي، تقدر تتخلص منها بسهولة ولا تجلس تلازمك يعني فترة بعد؟ والله أنا لأني كتير يمكن عطيت مو عطيت أكثر من حقها، بس عطيت الموضوع اهتمام زايد، فضلت معي أول شيء قبل العمل شيء شهرين ونص ثلاثة، بلشت يعني اتعايش معه. وعندك 120 يوم تصوير، وعندك بعد التصوير أنا حس حالي إنه ما عم بيطلع مني رغيد، بس مو أنا قاصد يعني غصب. أحياناً أحكي بطريقة، ممكن عم صور ستوري أو بين أهلي أو كذا، بحس حالي إنه هذا مو أنا، هذا مو رغيد. أنا أوريدي لما أنا جبت رغيد على ما رحت لعنده، يعني أنا جبت رغيد ودخلته بشخصية إسماعيل، أخذت بعض التفاصيل من إسماعيل ومن رغيد. في أحياناً أنت بتحبي، صحيح، بتحبي شغلات عشتيها برغيد بتجيبيها وبتعيشيها. طيب انت يعني درست تمثيل ولكن اتجهت للغناء اكثر، ايش اكثر حبيت انه انت تكون في الغناء والراب، او انه التمثيل حبيت تجربته اكثر؟ والله هي بصراحه ما فيني اعطي يعني جواب لهذا السؤال، لانه ما بحس حالي يعني اني انا هلا اخذت تجربه التمثيل. يعني انا بلشت يعني حب الفن بالتمثيل، لكن بسبب ظروفي لما سافرت من سوريا اتجهت للراب، لأنه الراب أنا بكتب، أنا بأنتج، أنا بصور أحيانا، يعني شيء خلينا نقول هيك مثل فشة خلق أو هواية. أما التمثيل هي مهنة كنت أنا كتير عندي شغف فيها من أول ما بلشت، فبحس لا بده يرتبطوا فيني التنتين. يعني ما بحب اتخلى عن واحدة، أو ما بقول أنه أنا لقيت حالي هون. الراب بطلع بحكي اللي بدي أقوله،
من كلماتي وأفكاري بطرحها. التمثيل حسب شو بده يجيك الدور، أفكار رغيد تنطرح مو أفكار إسماعيل. طيب أغنية مسلسل الوسم هي بعنوان وسط المشاكل وسوت نجاح جدا كبير، خلينا نسمع مقطع منها ونرجع مرة ثانية. رجال اللي كلامهم ختم على اللي بيده مرسال، مين ناقص سقوطك حتى يستفيد، حلم بعيد اني متعود اخذ حقي بالايد، اللي مين عايش كأنه ايدك اليمين، الكتف على الكتف بدنيا كلها فاسدين. انا اللي كاسب اي تحدي والجرح. يعني صراحه الاغنيه مره حلوه، هي من كلماتك والحانك، كلمنا عنها اكثر. يعني انت ما شاء الله مثلت في المسلسل وكمان كتبت ولحنت. هلا هذا اللي بحبه انا يعني بصراحه، ال 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 اني دمجت الشيء اللي انا بعتبره هوايه اللي هو الراب والشغف اللي عندي بالتمثيل. حلو. وهذا اكد انه النوعين من الفن هذول مرتبطين ببعض. كثير حلو انك تعملي اغنيه راب، مثل ما انا هيك كنت اشتغل بفيديو كليب سكونينه وعودي. الغنيه الراب بتحكي قصه شورت فيلم، فانت عم تتابع الفيلم بسيطة ومدته 7 دقائق وبتشوف الغنية. فحسيت انه يعني هيك قدمت فكرة جديدة، دمجت التمثيل مع الراب بطريقة حلوة. طيب في جزء ثاني للمسلسل راح تشارك فيه انت ان شاء الله؟ ايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لما وقفت قدام الفنان يعني قصي، فنان مؤثر ويعني شخصية عملاق قوية وعملاق طبعا التمثيل. اكيد انا من كثير احب اشوف مسلسلاته. يعني بحكيك كتمثيل هو عملاق. كيف شفت دعمه لك؟ كيف كان التعامل مع قصي؟ والله انا حكيت قبل هالمرة، يعني قصي بهذا العمل بالذات يعني كان هو اللي دارني، يعني هو اللي اعطاني. انا بتشكره جدا لانه يمكن غيره فنان ما بيعمله، انه اعطاني اسرار قصي خولي مو اسرار المهنة. يقول لي هدول أسراري، عرفت أنت تدرسهم صح أكيد ما بيخلصوا بأول مسلسل. هلأ هني أنا محتفظ فيهم، عم بشتغل عليهم، اشتغلت فيهم شوي برغيد بس، لكن بدهم لسه يعني أكيد خبرة قصي. ما إن شاء الله يعني أنت تستفيد منها أكثر. مبسوطين أنك معنا ودنا الحوار يكون أطول. كثير يعني أحترم الممثل اللي يستفيد من خبرات اللي أقدم منه واللي يتعلم من كيس غيره مؤثرين فيه. وصراحة قصي أنا أقدم له تحية، كثير أحب مسلسلاته. تسلم. وعيش معاه بعض الأحيان في القصة زيك يعني بعد أطلع من المسلسل. حتى الجزء الثاني تصور وقريبا إن شاء الله. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.